سلام ورحمه الله. صحفتكم؟ لاباس الحمد لله. كيف جوز في هذه رمضان؟ جوزت عادي كما الناس. عندنا واحد عادي نحبوا حوار غير عادي. كيف جوز في هذه رمضان؟ جوز رمضان نورمال نورمال كما الناس وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله مع العائله تاعي. يتشهى فريد ولا ما يتشهاش الماكلة؟ والله العادي نورمال والله نورمال ما نشرتش انا نورمال والله غير عادي والله العادي كيما الناس عادي بسرور والله الحمد لله مع زوجة كريمة وليدي ويتو والحمد لله يا ربي. شناك فات رمضان كانوا عندك دي باساج في عدة الأعمال باش تشوف هذا الشيء يعني الناس عطاوك الدور يعني حسب شخصيتك؟ نعم عطوني دور الحمد لله عادي كيما الناس هذه جات بالصدفة والحمد لله يا ربي ربي يوفق نزيد نكمل مع الصحافة يتو سجعوني يتو واني غير بالعقل والعام الجاي ان شاء الله نزيد نكون احسن من اللي كنت هاد السنة ان شاء الله باذن الله. خلصوك ولا ما خلصوكش؟ لا هذه سرية هذه خليها سرية سرية عينا خلصوك. لا لا سرية هذه سرية سرية المهنة نا توجور احنا نعطو خاصة قدرات جد حساسة لكل جمهورنا كريم نقول لهم الف تحية بالتوفيق وتجفق الراس في نورمال والله العظيم. واش تقول على الناس اللي يبدلوا بزاف في رمضان الخبز يشرو يرموا؟ صح 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 دو سومون اخ العزيز دو سومون انا هدرت في هذا الموضوع جد مهم جدا جد حساس جدا في هذا بمناسبة رمضان بخومي حتى لافان تاع اللي راح يخلص بالنسبة رمضان حلويات تبدير ثاني المواكل خاصة كيما نقولوا الخبز خاصة الخبز ثاني وكاين ثاني في التيك توك يكون نهضر يعيطوا لي الرجال تاع النظافه يحكوا لي على هذا الموضوع جد مهم جدا وجد حساس حساس جدا 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 حنا واش نقولوا بين اعتبار نقول لكل جمهورنا كاين 58 ولايه ما يبدروش حرام عليهم هذا خوات شياطين هذه واش نقول لكل جمهورنا كريم كهديه لاي مكالمه راهي تظهر في الشاشات التلفزيون ولا في التيك توك نقول لهم تبدير حذاري هذه هي واش انا نقول يشوف شي اللي قدا عليه ميم ولا شي قيس شي بزياده مد لجارك ولا مد غيرك هذه هي باش ربي يتمنى لك الف حاجات ويتمنى لك ان شاء الله كما نقولوا يعطيك بركه في ولادك وفي الاعمال تاعك. هذا العام قال لك زكاة الفطر نوجهها ان شاء الله لغزة واش تقول على هذا الموضوع؟ انا جد مهمة جدا نعم نعم هذه وزارة دارت هذه المبادرة جد مهمة جدا جد حساسة نعم غزة رانا معاهم وواقفين معاهم وهذه بمناسبة نقول لهم يعني بصح الدعاء وتم الدعاء باسكو راهم يموتوا مالينا راهم يموتوا في الغزة دائما احنا ولادنا ومفتح الجنة هذه هي ندعو لهم تانيك بالرحمة ان شاء الله يا رب هذه هي واش انا نقول لكل جمهورنا كريم جد حساس ومهمة جدا في هذه المناسبة تاع تيك توك هذه يعني دائما من فمي ما تروحليش من فمي هذه هي باش نعطوا خاصة قدرات جد حساسة وجميلة جدا في هذا رمضان جد مهم وربي ان شاء الله يبارك على كل جمهورنا كريم وخاصة العائلات محترمة نقول لهم الف تحية ربي يوفقهم ان شاء الله. شكون من الفنانين والممثلين اللي حاب الفريق العالمي يمثل معاهم ولا هو يحبهم يعني؟ كاين بزاف اللي نحب ممثلين كاين نصهم ما نعرفش اسمهم انا نحب ثاني خالتي بوعلام نحب نمثل معاها ان شاء الله راني شفتها درك يعني ستان بريزي بوغ موا سلمت عليا وقالت لي فريد نحبوك بزاف نموت عليك بزاف ثاني وخاصة اللي نقدروها بزاف ونعطوا لها بهذا يعني بصراحة هي جد شخصية جدا جد مهمة من كنا صغار حتى كبرنا هي هي رجدي تانيك نعطي خاصة جو الممثلين ان شاء الله نكون معاها ان شاء الله اما لا العام الجاي ان شاء الله نكون معاها ممثل في هذه المبادرة جد جميلة جدا وحساسة جدا لأول مرة اللي مثلت دور عائلة أم بان وراهي يعني بصراحة تظهر بزاف في شاشة التلفزيون في كل الشاشات نقول لهم ألف تحية وربي يوفقهم إن شاء الله يا رب.
كيفاش كانت التجربة تاعك مع أمين بومدين؟ كانت التجربة تاعي جد جميلة جدا وجد مبادرة جد مهمة جدا ومع الممثلين اللي راهم في الميدان وخاصة نقولهم ألف تحية هما ما نقولهمش أصدقاء المهنة نقولهم هادوما خوتي وإن شاء الله نكون معهم في هذا الفن إن شاء الله العام الجاي إن شاء الله نزيد نكون أحسن من مثلت هذه الأيام قليلة ونزيد نمثل أحسن ممثل إن شاء الله في هذه الأيام المجية إن شاء الله يا رب. صحة رمضانكم وصحة عيدكم وكم ألف تحية ربي يوفقكم إن شاء الله 58 ولاية نقولهم ألف 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 تحية وربي يوفقهم وتشفق الراس وربي يخليهم لينا إن شاء الله ودايما نديروا اليد في اليد باش نطمنوا مع الـ مع الـ جهتنا فلسطين خوتنا وخاصة خاصة نقولهم ألف ألف تحية ربي يوفقهم كاع الشخصيات كاع الممثلين وخاصة لي جورناليست نقولهم ألف تحية ربي يوفقهم وشعب الجزائري نقولهم ألف تحية من هذه المناسبة جد جميلة وسعيدة إن شاء الله يا رب نقولهم ألف ألف تحية فيف لاجيري تحية الجزائر تحية الجزائر.